يفقدها رايح يعلقها. احنا لو ورطنا احمر راح يردها. توني وصافي دوم مورطيني وانا اصلا حافي لهنانا وكافي. يا توني وصافي دوم مورطيني وانا اصلا حافي. سواها وتزوج وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله. حلقة جديدة من برنامج عريسنا قدها. وين السبع اللي ما يخاف من زوجته، اللي ما يخاف من خطيبته، ويقدر يشارك ويانا ببرنامج عريسنا قدها؟ تحدي كبير بين الأزواج. إذا أنت سبع تعال وياي وخليك تشارك. خلونا أنا وياكم نروح ندور على السبع البطل اللي يقبل هذا التحدي. مساء الخير. مساء الخير. اسم حضرتك؟ وليد. وليد متزوج؟ نعم. وين بيتك وليد؟ تاجي. بالتاجي. زوجتك تغار عليك لو لا؟ نعم. متزوج واحدة لو اثنين؟ لا واحدة. واحدة. شنو رأيك فكرة الزواج الثاني؟ توافق؟ والله فكرة جيدة. حلو، فكرة جيدة. اوكي، تقبل تتزوج على زوجتك؟ لا ما أقبل. زين، احنا عندنا برنامج عريسنا قدها، نسوي مقلب بزوجتك، تقبل لو لا؟ تنجلط. تنجلط. تنجلط يعني ما توافق؟ لا لا ما وافق. ايش قد متزوج؟ واحدة اثنين متزوج؟ لا لا انا واحدة. متزوج واحدة؟ اي. ها، شنو رايك اذا نزوجك مرته الثانية؟ والله علواش اكو بيها. حلو، موافق؟ لا لا ما بيش. ما بيها شيء. اي. شو يخصك اذا زوجتك شافت هاي الحلقة؟ لا لا ما عن... انا عندي مرة قنوعة بالحياة. قنوعة؟ اي حتى اي. احنا عندنا تجربة اجتماعية، لازم زوجتك تشارك ويانا بالحلقة. أي. توافق؟ يمكن ما اتصور توافق. ما تتصور توافق. اي. مساء الخير حبيبي. اهلا وسهلا. شلون الصحة؟ حبيبي توني. اهلا وسهلا. شخبارك؟ اسم حبيبي. حضرتك احمد. 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 حمودي، شنو رايك بالعراق تحديدا فكره الزواج الثاني؟ والله هي شغله مو يعني بمجتمعنا، وجهك على الكاميرا. بمجتمعنا مو يعني مجتمعنا ما يتطلب هذا الشيء. ما يتطلب هذا الشيء. اي يعني انا ما انصح به. طبعا هو يقول انا ما انصح به. تعرفون ليش مشاهدينا الكرام؟ لان زوجته واقفه خلف الكاميرا. يقول انا ايه طبعا لو اذا زوجتك مو موجوده خلف الكاميرا شو تسوي؟ تنصح بالزواج الثاني؟ لا ما انصح. ما انصح. شنو رايك اذا زوجك مرته الثانيه على تجربه اجتماعيه ونبلغ زوجتك بانه اليوم عرسه، شنو رايك؟ شارك ويانا؟ لا هو شارك. شو قام يخنزر علي؟ لا ما شارك. تدري شنو؟ لان زوجتي احبها. احبها. اي يعني صارت شركه حياتي. لا يعني احنا عندنا تجربه اجتماعيه بس نحب نشوف غيرتها. تقبل مثلا هي تظهر وياك بالاعلام بحلقه؟ والله لا ما اريد. ما تقبل؟ والله هو الزواج الثاني فكره حلوه، بس بالعراق شويه العيشه تعرف صعبه. أيه. والاوضاع صعبه. أيه. من بعد جائحه كورونا تعرف هذا الشيء. حضرتك متزوج؟ متزوج الحمد لله. كم وحده متزوج؟ وحده. وحده كافيتني. وحده مكفيتك؟ كافيه وموفيه. الحمد لله. شارك ويانا ببرنامج عريسنا قدها، انزوجت يعني انزوجك مرتي الثانيه تجربه اجتماعيه، يعني على شكل مقلب. يعني شوي هذا صعب وانا اخاف عليها، اخاف تتعثر. صعب. صعب. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة؟ شلونك؟ شلون اسم حضرتك؟ سجاد عادل. سجاد عادل. سجاد عادل متزوج؟ اي اكيد الحمد لله. سجاد عادل، شنو رايك فكرة الزواج الثاني؟ والله الصراحة يعني فكرة الزواج الثاني انا بالنسبة لي اذا تكون قصور عند الزوجة مقصرة ويا زوجها او ويا بيتها يستحق الزواج، اما البنية ما مقصرة لا بيتها ولا ويا زوجها أكيد ما يستحق الزواج. هل زوجتك؟ أكيد طبعاً. الله يحفظكم إن شاء الله. صارك إيش قبل متزوج؟ سنتين تقريباً. سنتين متزوج. عندك أولاد؟ أي. الله يحفظ الأولاد لك إن شاء الله. شكراً. سجاد، منو بالبيت ماشي حكايته؟ أنت لو زوجتك احكي الصراحة. شوف
احكي لك اياها الصراحه. أي. انا اكيد انا حكايتي اللي ماشيه. أي. بس دائما اسوي شيء اللي بالي وامشي بيه. أي. افشل. تقول لي لا تسوي هذا الشيء، لا تمشي بهذا الشغلات. أي. الله شاهد افشل لانه انا مشيت بشوري، مشيت بكلمتي. حلو هذا. حكايتها تطلع الصراحه. يعني متفاهمين نقدر نقول؟ اكيد متفاهمين. الله يحفظكم ان شاء الله. سجاد احنا برنامج عريسنا قدها، تقبل تسوي مقلب بزوجتك؟ يعني شلون؟ زوجتك تشارك ويانا بمقلب. أوكي. بس هي بدون ما تدري انت موافق تسوي مقلب بزوجتك؟ احنا عندنا برنامج فكره مقلب وتجربه اجتماعيه. ايش قلت؟ زين اوكي انا اوافق بهذا الشيء. أي. بس خاف تسوي مشاكل، هي بالعاده الطبيعيه عصبيه وكلش. يعني تخيل انا الحلقه ذاك اليوم نزعتها. اي وقلبت الدنيا وين ما تحكيها. هسه انا اريد انزعها، ما تنزع، لازم اقصها بالكتب. يعني ما تنزع الحلقه. عصبيه وغيوره، نزعت حلقتك اتعاركت وياك كلش. يعني يوم كامل ما تحكي وياك. والله انت ما تحب نزعت الحلقه وتطلع. أي. وما اعرف شنو يصير. تقبل تشارك ويانا زوجتك عصبيه مشاهدينا الكرام وغيوره، نسوي مقلب بزوجتك؟ اوكي. صفن بالبدايه. متاكد؟ متاكد، بس الله يستر انت عليك. اذا مشاهدينا الكرام، سجاد وافق يسوي مقلب بزوجته. خلنا ناخذ فاصل وراها نكمل ويا سجاد ونشوف سجاد يقبل التحدي بينه وبين زوجته. حلو، اول مشترك ويانا سجاد. من بعد الفاصل نسولف ويا سجاد اكثر ونفتهم من يمه تفاصيل هواي عن زوجته. خليكم ويانا. مشاهدي الكرام، سجاد قبل يتحدى زوجته. خلينا انا وياكم نتعرف على سجاد. مساء الخير سجاد. مساء النور حبيبي. مساء. عرف الجمهور من هو سجاد. سجاد عادل من بغداد. صاحب كوزمتيك. يا مواليد 97. 97. يا مواليد زوجتك. نفس المواليد. تقبل زوجتك تظهر بالاعلام؟ هي عادي، ما عندك اشكال. تعرف عم ما كنت ساعه حابب هاي الحلقه؟ لا ماكو اي انسحاب. ما انسحب ان شاء الله. اوكي سجاد، خلينا نحكي شوي على زوجتك. زوجتك تغار عليك كلش؟ تغار. شلون اليوم احنا نقدر، احنا كرجال نقدر نتعامل ويا المراه الغيوره كلش؟ انت كشاب اليوم تمثل الشباب، شلون تعاملها؟ طبعا ماكو شيء يجيب الضرب. لا اكيد مو بالضرب، بالعكس. انا بالنسبه لي ضرب ضد يعني الضرب. ضد الضرب كلش. اي بس بنفس الوقت ما تعطيها مجال المراه بهاي السوالف. لانه انا جربت هذا الشيء، انطيت مجال فالمشاكل زادت، الغيره زادت. الغيره تولد المشاكل. بالضبط. هي تولد المشاكل اكيد. بس بنفس الوقت انت تكون حدي ولا تخليها يعني الغيره الزايده وتصير عصب وياها واقنعها انه ماكو غيره، ماكو ماكو لأنه غيره. سبب مشاكل. سبب مشاكل. سجاد احكي لي، تزوجت على حب؟ ايه الحمد لله على حب. وتزوجت قد ظلت علاقة الحب؟ سنتين تقريبا. سنتين علاقة الحب. هسه لازم شو تسوي انت سجاد؟ تخابر زوجتك تقولها اني عندي سفر اطول اسبوع، حضري لي الجنطة. تعرف هاي شنو هاي الغيرة؟ ايش راح تقول؟ ايش راح تكون؟ ما ادري. خاف تقول لك اريد اجي وياك، قولها ما اقدر. اوكي يلا قولها حضري لي الملابس، عندي شغل خارج بغداد. انت دائما وين تسافر؟ تسافر محافظات؟ ايه. الله يستر. شو محتار سجاد؟ عصبيه كلش. الو شلونك حب؟ انا بخير. اخبارك؟ اقول لك اريد تحضرين الجنطه ملابسي، ولانه صار عندي سفر هسه مفاجئ اريد اطلع. راح تروح وتخليني هنا وحدي؟ يعني غير شغل، تعرفين انت شغلي والتزامات، فلازم اروح. يعني لازم اروح ضروري. مو انا خايف اني ما تطلع على قبيلك لا لا تعرفين انت شنو اني، ما يحتاج. هاي معودة لازم اكو واحد يمش تحكين هيجي. لا لا حبيبتي ماكو شيء، صار عندي يعني سفر فجأة لازم اروح، ما اطول ان شاء الله. اوكي حبيبي السلامة، سحضر لك اياها. شلون؟ ماشي بس احضر لك اياها. يلا اوكي حبيبي، تردين اجيب شي وياي؟ لا
سلامتك. يلا باي باي. باي باي. لا ستار الله هاي شنو سجاد تغار عليك هواي؟ لا ستار الله من طريقة هذا الكلام، انا اعرف هذا الكلام من يكون زين. هاي اذا زين هاي اذا اتصل بيها ونقول لها سجاد راح يتزوج شو تسوي؟ هو ستار الله من تاليها. رتبنا كل الامور ويا سجاد، المشكله يقول سجاد اضغار علي زهراء كلش، واكثر مشاكلنا من وراء الغيره، وكل 3 دقائق تخابرني تقول لي انت وين؟ سبب هاي المشاكل هي الغيره. زين احكوا لي اذا زوجة السجاد شافته متزوج شنو راح يكون رد فعلها؟ خلونا نروح المركز باربي ونشوف شلون كانت التحضيرات ويا عروستنا صافي. سجاد فرحان ومتونس ومكيف، عروسه يمه واجواء العرس ومحضري له قاعه، وين لاقيها سجاد؟ حاليا انا هسه بتليفوني رقم زهراء زوجة سجاد، خلونا اتصل بيها واخبرها اقولها اليوم زواج سجاد، خلينا نشوف يمشي عليها المقلب تكشفنا. خلونا اتصل بيها. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم، سمعيني؟ عليكم السلام. انا ما اقدر اقول لك منو، انا فاعل خير. قولي لي بلا زحمه سجاد، وين سجاد؟ والله سجاد طالع. ليش تفضل؟ سجاد طالع. تعرفين سجاد بعد الساعه عرسه بالقاعه الملكيه اللي بزيونه؟ تعرفين هذا الشيء لو ما تعرفين؟ يا
بدي تكذب. شنو جاي تكذب اختي العزيزه؟ سجاد بعد ساعه تجي للقاعه الملكيه بالخدمه مال زيونه تشوفين عرس سجاد. سجاد خاين تزوج عليك، وانا بالمنطقه اعرفش كل الزين انت تحبين سجاد. اذا ما تصدقين بي ترى سجاد بعد هذا التعب وهذا العشره انت وياه ترى عافك وتزوج عليك. تعاي بعد الساعه بالقاعه الملكيه اللي بزيونه وتعرفين اني فاعل خير لو اني صادق بكلامي. باي باي. مشاهدينا الكرام، طبعا انا احكي وخايف مقهور عليها خطي انه ابو هي تغار على سجاد وتحبه وما صار هم متزوجين. خليكم ويانا، خلينا نشوف يبقى سجود سبع لو يخاف. Thank you.
جابتي هنا انت؟ انا زوجته. لحظه جابتي هنا. انا زوجته. منو هاي؟ وخر ايدك منه. لحظه انت جابتي هنا. وخر ايدك منه. لا مو مقلل. لا مو مقلل. لا مو مقلل. بس دقيقه انت جابتي هنا. ايش رايدك؟ شلون جيتي هنا؟ شلون وصلتي؟ جاي احكي وياك. وخر ايدك منه. جاي احكي وياك. انا كنت متزوجه. ايش جابتي هنا؟ جابتي لا خذيش انت العب شفت من عندك شنو جابتي هنا احكي وياك حبيبتي شوف اصدقائي ابوكم اللي جابوني شوفوا نفسك راجع نفسك شنو شوف نفسك وخري بيبي طلع ذاك الباب ذاك الباب شنو وخري ايدك شفتك وخري وخري بروح يا ريت ايدك من هالعالم انت شلون قبلت الزوجه انت شنو واحد متزوج انا بعدني صغيره شلون اخذت علي انا مش جابتي هنا روح على البيت بعدين روح على البيت وبعدين اصفر لا تسدف عين وخري برا روح على البيت وبعدين اصفر شنو هي لا طبعا انا زوجته وما قصرت بشي وياه روح على البيت وباكر اصفر وخر وخري تعال هذاك الباب هذاك الباب شنو طلع عيني وخري هذاك الباب يلا امشي وياه روح على البيت روح على البيت طلق هسه لا والله انا بدله ومتمكنجه وما اخذته اي لا والله حبيبتي شنو اخذتي بالسحوره طبعا ام السحوره روحي 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 شلون اخذتي انت بالسحوره وخري شفتي انت ما سبتي شنو واحد متزوج وخري ايدك وخري ايدك شنو قلت شنو اهدي وهي متزوج عليها اهدي وين؟ وخري بس جاي اقول لك روح على البيت روح عليه. ليش؟ لا 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 سمعيني سمعيني انت لا تتدخلين وخري انت وخري حبيبتي وخري زوجي يا زوجي وخري شنو؟ جاي اقول لك روحي اوف جاي احكي لك دقيقة ما يريزك سمع كلامي حبيبتي وخري روحي للبيت وباكر انا اتفاهم ويا اهلك لا هسه دقيقة لا وياك انت جاي اقول لك انا راح اقابل اخوك لا انا اريد زوجك الترديد اريد تشوفين انه اكو عروسة واقفة احترمي احترمي ما اقدر احترمك انت ماخذه زوجي لا انت شويه كرامه ماخذه زوجي وتريدين احترمك بلا بلا شوي وصلك هي انا لا لا شو راح للبيت انا جاي شنو احنا خوات كلش تخوات خوات انا شفت وياكم طبعا هي امكم قبلت ما شنو اروح انا اليوم عرسي ما اروح امشي تعال هنا تعال تعال وخر ايدك مني يلا باكل باكل وخر ايدك شاعرين يلا لا لا انا برا وش وخر يلا امشي لا يحكي وياك وخر ايدك من داك طيب برا يلا وخر ايدك لا ان شاء الله انت ما يريدني من العالم سمعين اسمع علي ما علي جاي احكي وياك انا جاي احكي وياك اوكي من يلا برا جاي احكي تعطيني المجال احكي ولا لا كلش حتدوس كلش بلي من العالم لا تخليني احكي روحي للبيت وباكر عاد فاهم وين ان شاء الله طلقها يلا ما جيت طلقها يلا اختار اختار طلقها ليش من قدام لا اختار ليش من قدام احنا دازين عليها ما يجي شنو طلقها شنو طلقها يلا اريدها شنو اريدها ما اريدها وين انت شنو اريدها وخري 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 زوجي واريده لا تدفعيها زوجي لا ادفع زوجي ايش تريدين؟ ما يريدك تطلع عبارة اريد زوجي زوجي؟ اريد زوجي يلا انا هسه اريد ما يريدك تجي وياي هسه ما اجي ما اجي لا ما اريد انا اليوم عرسي انا عرسي هاي شنو اجي ما يريد لا لا تطلق يلا بنتي يلا يلا انت يلا خلي احكي وياك انا ما احكي وياهم بس انت نفسك اللي ام العروس شلون تبي بنتك تاخذيها لحظه ماما هو قال مطلق اصلا هو ما مرتاح وياك والله هسه ما طلقتها اسوي لك هذا العرس قدام العروس حجاب حجاب يلا لا حبيبتي لا حبيبتي هسه يطلق بابا يلا يطلق ما يطلق احترمي بس اذا كانت المراه مقصره وياه انا سمعي سمعي دقيقه انتم ليكم منو بيكم تبعوا عندك الصبح اراجعها سمعي 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 قول انا ما اريد شيء قوه لا لا اسريد لا اسريد يلا وجهالك من الثاني معيشك وخري انت وخري يلا امشي وياي امشي روحي ليش خليني اطلعك من هناك شغله زين اطلعك لا لا يفيد يفيد واخذي واريده واخذي وخري ايدك انت ايش تبي
تلزميني وفي ايدك ولا تلزميني. ما يريدك. لا يريدني وغصبا ما عليكم. ما يريدك حبيبتي. ما يريدك. ويا برا ويا برا. ما يريدك. لا يريدني وغصبا يريدني. ما اطلع انا ما اطلع. وخر ايدك مني. حبيبتي مش طلع. والله اخذه وغصبا ما عليكم. وخري يلا وخري 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 منا العالم روحي منا العالم روحي امشي وين الرجوله طلعي انت بك رجوله وين الانوثه يا انوثه انت ما اخذت زوجي يا انوثه وخري ايدك وخري ايدك ما اطلع والله برا دخلت ما اطلع برا وخري وخري اريد زوجي طلعي برا غصبا ما عليكم ما اطلع طلعي برا وخر ايدي شيء حل الموضوع جاي احكي وياك شنو اللي يريد تحلي الموضوع شنو اللي تبي اسمع لي شنو اللي تبي انا اريدك يلا باي روحي وباكر انا احاول اقول لك تجي وياي اروح تسمعيني انا اللي جيت اخو راح يرزلك لانه كل فلوس انت هذه مخي ليش تخينا تحتاي مو زين عليك وعلى اخوك لا تمديني ايدك لا تمديني طلعوها برا وين الامن واخر مستحور ان شاء الله مش طلعي بابا وين اروح انا امشي العالم موجوده العالم امشي شنو انت ما تفهمين انت ما تفهمين يلا طلعي يلا طلع طلعوها يلا روحي انت وياه قلت لك ما اطلع يعني ما اطلع انت وياه جاي اقول لك روحي واخر ايدك واخر ايدك ليش تاخذ علي جاي اقول لك طلعي برا انا اتفاهم وياك باكر انا اتفاهم ويا اهلك باشا هي زوجتي مطلق يلا جابتكم ورقه طلاق يلا طلع ضاحك عليكم يلا مشي وياي طلعوها وين الحرس شو جاي وين الحرس طلعي عفير زوجي شلون اعوفه كل عقلي تعوف زوجي عفير ما اعوفه وحري انا اعلمك انا اعلمك بسيطه انت مستحوره انا علمت شلون اخذتي العاد شلون اخذتي وانا كل شيء مقصره يعني حبه وحبيبه طبعا شلون حبيبه ما بياش اكو حد هنا حبيبه السحوره وخر ايدك وخر انت على شنو قلت لزميني امها لزميني احكي هسه لما تجاوبها طلعها برا شنو معي برا وباكر انا شنو انا قصرت وياك كلش قصور لو ما بتقصر ما اخذ عليك ثاني احلى منك شنو على الاقل اطول منك يلا روح يلا صح تقعدين الزوجه انت خمسه وتنقين على رجله تلبسي جواري وانت راح تسويها وين راح يقعد شو انا غرفه وحده ومنطيني اياها وحتى غرفه نوم ما اكون بها خير بفلوسي اني اريد اتزوجي هسه اخذك يلا اطلع والله ما اطلع اذا ما وين الامن هنا خلي يطلعوني الله شلون رجال تصيح الامن على مرتك شلون رجول هاي عندك والله قلت لك تجي وياي طلع جاي اقول لك منين ما اجيت تجي وياي وخر باكر انا اتفاهم دروحي والله ما اروح اذا ما اخذك وياي طبعا قوي اريد زوجي انا انت ما عندك كرامه اي انا اريد زوجي ما عندك كرامه اي ما عندي كرامه تزوج زوجي تزوج عليك وخر ايدك قلت يلا برا يلا لا تتدخلين يلا. لا تتدخلين انا زوجي شنو ما اخذ مني يتدخل فرحة اختي يلا 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 والله يا مني يا اختك هي ايه مني غيرتي مني اختك شنو شغلتش اغنيه هسه فلش العرس على راسك طلعي بابا ما اريدك انا ما اريدك ترى انا متعاطفه وياك وانت كلش شبر يعني انت حبيبتي لحد ما تقولون نفس تقولون
انطيتوه انطيتوا بنتكم على وحده صغيره كان استحيت وخري وخري امها تستحي حبيبتي طبعا اذا امك وياش طبعا يعني تروحين او تعلمي بك على هاي السوالف الله حبيبتي لا تسحبوا ولا ايش نحبها ايش نحبها احنا دزينا عليك اصرف عليه انا اصرف عليه احنا دزينا عليك احنا دزينا عليك احنا دزينا عليك ما انت حبيبتي لا انتوا دازين علي السحور قالت يلا طبعا يلا يلا ابو علي ابو علي جاي اقول لك اطلعي يلا اطلعي لك ما اطلع انا ما اريدك تطلعي لا تلزيني يلا ما اطلع قلت لك ما اطلع خلي عندك كرامه يجي زوجي وياي يلا اطلع قدامي انا مزوجي يجي وياي اطلع ما يجي وياي ما اطلع هنا وافلش العرس والبي يلا يجي وياي شو وياي تبعين هذا الطريق اطلعي منا هذا مقلب برنامج اسمه عريسنا قدها وذول شفتيهم كلهم ممثلين شوفي وين العروسه العروسه وينها هاي ممثله العروسه صافي هذول ممثلين كلش اسفه يلا قوم 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 هاي كلش اسفه ايش شفتي ذا المقلب عريسنا قدها تعال هات عاد خلي تفتح طول مجال طول مجال شباب شباب تعال خلي مقلب مقلب اتفقنا وياه اتفقنا وياه مقلب مقلب بلا زحمة تعال مقلب هذا مقلب برنامجنا عريسنا قدها شفتي هاي الاجواء هذا مقلب تعال يمي بلا زحمة صافي هنا تكون يمي صافي ممثلة طبعا شفتيهم كلهم ممثلين طول المجال شباب بلا زحمة شلونك؟ احكي لي من اتصل فيك؟ اتصلوا بي اصدقائي قالوا لي اصدقائي يحبوك ايش قالوا لي شنو؟ قالوا لي اليوم عرسه وانا راسا جيت انا لو بقني شوي كان ذبحتك والله احكي لي شنو دار ببالك من طبيت بالقاعه وشفتي كل هاي الاجواء انا قلت شنو كذب يعني ماكو شيء بس من بوعت عليه ده يرقص وعروس لازمته لا ما تحملت زين هو شو موعدك هو موعدني انه ما ياخذ علي لانه هو يحبني وانا مقصره وياه هاي العصبيه اللي عندها انا حق اخذ علي هذا زين تعيد هاي التجربه حدك تعيد هاي التجربه على هذا اللي صار اليوم وياها لا خطيه ما عيدها بعد ما عيدها لا بعد شو يا صافي صافي شنو رد فعلك من جدتي والله اسمي زهراء زهراء شنو رد فعلك هي حقها حقها استغربت كلش وانه دخلت شيء دخله مفاجئه هي ضربتني وشقت البدله يلا عادي وانا كلش اسفه واعتذر منها خاف ضربتها يمكن خرمشتش منها يمكن شقت البدله شقت البدله شقت عادي بس اعطيني اياها خلينا نسوي شوي ويا علاوي تعال يم اسمك علاوي سجاد سجاد تجربه الزواج الثاني شنو رايك بيها والله صراحه انا بالنسبه لي تجربه الزواج الثانيه حتى لو يكون الرجل حالته اوكي وما نقص اي شيء اذا الزوجه بيها قصور الا حق يتزوج عليها اذا ما بيها قصور لا ما له حق انشقت البدله شوفوا طبعا تحياتنا للمصمم احمد تبديري على الفستان الحلو وتحياتي للماكير عمار مركز باربي احكي لي زهراء نعم شنو الشعور اللي بداخلك لما اتصلوا بيك قالوا لك اليوم عرس سجاد شنو خطر اريد ارجع لهنا بعد ما اعرف شلون اجي ما ادري الطريق صار طويل كلش طويل ما حتى ما صدقت انا قلت لا ذولا يشاقون بس مين شفته يمها لا انا صراحه هنا انا فقدت يلا العاد يلا نروح صافي كنت ممثله مبدعه عمري عمري هم خفتي من كلمه عجبك طبعا اخاف لا بس انه هي حقها يعني انه مرته ودخلت شافت هذا المنظر يعني كل واحدة تسوي اكثر من هذا الشيء هذول شفتيهم بقى شوي كان موتك حتى العرس افلشه اكو مبلغ مالي مقدم من اداره القناه وين الفلوس ضاعت الفلوس هذا المبلغ المالي مقدم من اداره القناه زاكروز الفضائيه تفضلوا المن الفلوس لا الا لان انا معيشته لا استحقت لازم هسه ايش اسوي يعني من العالم لا انت شلون ابعي اردسيل السؤال اريد يراضيني اوكي انا هسه عندي لكم مشهد رومانس راح يكون هذا المشهد ويا الفرقه الموسيقيه تحياتنا للفرقه الموسيقيه احكي لي الصراحه منو الكلمته ماشيه بالبيت انت لو هو لا طبعا هو ها منو الكلمته ماشيه بالبيت اكيد انا اكيد انا يعني نوبات هي اذا تفضلوا يا من الفرقه الموسيقيه تعالوا يمي الفرقه الموسيقيه سمعون شيء ها Thank you.
جدا اسف ضربتك وانا اول مره اضربك، انت تعرفين كل زين وهذا الشيء بعد ما ينعاد ابد وانا ابتدى عادي بس بعد ما تكرر هاي ابد تعورت ايدك اليوم شي خلصنا اليوم اليوم للمستشفى زين انا وجهت لك كلام حلو انا ما استاهل كلام حلو طبعا تستاهل لا قدامهم اني احبك وادري بك ما تسويها بس ما اعرف شلون هي صارت وياك وقبلتك تسوي صارت وقاعد ما تصير ان شاء الله واحب اقول لك شيء قدام العالم والجميع انه انا احبك وابقى احبك وهذا الشيء ما يتكرر حتى لو مقلب بعد ما يتكرر مساء الخير شنو هذا الحب الرومانسيه يعني عشان تتزوج عليها ما تزوج توبه يعني. حتى مقلب بعد ما تصير شو رايك ببرنامج عريسنا قدها كلش حلو وجميل تحياتي لك وللكادر كنت حسيت بشيء لو مشت عليك لا انا مشت علي من شفتها لازم تسوي بدله وقاعه قلت لا صدق شنو رايك بالفكره يعني فكره جدا راقيه اكيد تقلها عرفتي شيء او مشت يعني ما اكيد تمشي عليها لانه قاعه وبدله ومزيقة اكيد تعبر 100% ما في شيء انت انضربت تعبت كلش تاذيت فرج شلع الحمد لله على السلامه الله يسلمك وان شاء الله دائما تظلون لبعض ايش قد ظلت علاقه حب بيناتكم تقريبا سنة زي شي بقت بيناتنا يلا الزواج بسنة ظلت علاقة اي هذا لا مقلب ولا شيء متعودين على صاف المشاكسة صافي خليني اسولف شوي ويا صافي من شو منظري ما حلو مشقق البدله صافي احكي لي من طبت هي عصبيه وهداده هم اكو خوف صارت بداخلك؟ لا هي مو خوفه خوف طبعا هو حقها هيك لا هيك هو حقها هو زوجها بعد المنظر شافته يعني انا لو مكانها زوج بعد اكثر واكثر واكثر فالله يساعدك باي باي شوف اظفرها شوفي اي شوف اظفرها باي احكي لي شايل حقد على صافي شنت بس هسه لا بس من هسه جرتها لا كلش اريد اعرفون يمك بس تحكي بكل مصداقيه وبكل صراحه هم يجي يوم من الايام تفكر تتزوج على زوجتك اسمك زهراء قلت مو هم يجي يوم انت تتزوج على زهراء الصراحه بشرط واحد اي اذا اكون بيها قصور او بيها عيب انا اتزوج عليها اكيد بس الحمد لله شكر ماكو هذا الشيء ابد ايام الخطوبه وايام علاقه الحب وبعد الزواج زوجه صالحه اذا يوم من الايام فكر انه يتزوج عليك سجاد شنو يكون قرارك بالبدايه انا راح اسكت بس بعدين اذبحه انت هسه قلت تطلع انت هسه لا راح اذبحه لهالمره صدق اذبحه انت هسه قلت له حرقه اقول لك انت هسه قلت له طلقني ليش وصلتي لهذا الحل ليش ما قلتي له مثلا طلقها ما تحملت اقول له طلقها هو يقول لي لا ما طلقها وما اعرف طلقني وهي مكلبه بي طلقني وهي مكلبه بي بعدين لا قلت خلي طلقها هي ليش اني اشكرك اني حقيقه اديتي المشهد بامكانيه عاليه شكرا تسلم طبعا اشكر القناه واني يعني كلش اسفه على مود ظفرك كلش اسفه من شلون شقت البدله مالك هي شقتها بدله لازماني لا عاد يعني ما اخذ زوجي تريدني اسكت لو ما اسوي شيء حقها توني حقها شكرا لك كنت ممثله مبدعه حقيقه واديتي مشهد بامتياز عالي والله يكون بعونك تنعرض الحلقه لو لا اي تنعرض بس ما سامحه تنعرض شو اي تنعرض مو من كل قلبك اريد هسه طبعا لازم يراضيني يلا هسه شو تقولي لها قدام ملايين المشاهدين اليوم يشاهدوك اليوم ملايين المشاهدين اليوم يشاهدوك على قناه زاكروز الفضائيه شو تحب تقولي لها اكيد اكيد لا يعني انا اول شيء اعتذر منها جدا لانه انا ابد ما ضاربها ولا افكر اضربها ابد ما ضاربك لا ابد هاي اول مره لانه ما بيها قصور ولا راح تقصر انا اعرف بهذا الشيء وانا هم ما عندي قصور تجاهها واسالها وانا اعتذر وانا احبك وما اعرفك وما نفترق للموت الله شو تحبين تقولي له اليوم قدام ملايين المشاهدين يشاهدوك شو تحبين تقولي له اعتبري انه الكاميرات مو موجوده واحنا مو موجودين شو تحبين توجهي له
احب اقول له هو مو مقصر ابد وياي، وهاي اول مره يسوي هيك شيء ويمد ايده علي، بس انا عادي مسامحته لانه انا احبه يعني. مشاهدينا الكرام، شكرا لكل ساهم ويانا بهاي الحلقه، شكرا للكل بدون استثناء، والله يكون بعون الكل. شكرا للمصورين، شكرا لكل الممثلين اللي كانوا موجودين، شكرا للصافي شقه البدله وانضربت، شكرا للسجاد، شكرا للكل بدون استثناء. برنامج عريس نقدها انتظرونا بالحلقه الجايه، والله يكون بعون العائله الجايه الجديده. في امان الله.